اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل مع بعض النهاردة فانوس رمضان بشكل جديد ومميز، طريقة سهلة وبسيطة. بتعلق على الحيطة برواز، طريقته جميلة. شكله فعلا مميز قوي. كل اللي هنحتاجه، انا استخدمت خيط ساتان او خيط مكرمية او خيط السلسلة. ممكن تستخدمي خيط المكرمية المصري عادي على حسب الخيط اللي متوفر عندك، او مش بياخد خيط كتير. استخدمت مع الخيط ده إبرة مقاس 5، والكوستر ده بتطبعي الصورة اللي انتي عاوزاها على الكوستر. بتروحي عند بتاع الخيط وتدي له الصورة اللي انتي عاوزاها وتطبعيها على الكوستر. الكوستر ده مقاس 15، في مقاس 20 وفي مقاس 25 وفي مقاس 10، على حسب الحجم اللي انتي عاوزاه. شغل عليه طريقته سهلة وبسيطة. معايا الكوستر اهو، هدخل في اي حلقة بالإبرة واسحب الخيط بعد كده هشتغل غرزة السلسلة اثبت بيها الخيط. السلسلة دي مش هعتبرها حاجة، هعتبرها بس تثبيت للدور. هدخل في نفس المكان اللي اشتغلت فيه السلسلة وهشتغل فيه 2 غرزة حشو. كده 1، في نفس المكان هدخل واشتغل كمان غرزة حشو. كده 2، هروح انا واخده الخيط اهو معايا تحت الشغل، هروح برضو في الغرزة في الفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 2 حشو. 1، في نفس المكان هشتغل كمان واحدة. كده 2، هروح في الغرزة اللي بعديها واشتغل فيها برضو 2 حشو. هفضل ماشية الدور كله بنفس الطريقة، ان انا هشتغل في كل فتحة من الفتحات اللي موجودة عندي هنا 2 حشو. هكمل كده بنفس الطريقة، ان انا هشتغل في كل فتحة من الفتحات اللي موجودة معايا 2 حشو وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة في كل فراغ من الفراغ اللي موجود على الكوستر، عملت فيه 2 حشو. واشتغلت في اخر فراغ هنا اهو 2 حشو. هاجي عند اخر غرزة حشو، اول غرزة حشو قصدي اشتغلتها، وهعمل فيها غرزة منزلقة. هيكون معايا بالشكل ده كده. انا الكوستر هنا معايا 24 فتحة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. المفروض لو معاكي كوستر اكبر من كده وعدد الفتحات فيه اكبر، اي عدد بتقسميه على 3،
سيبي هنا مثلا انا معايا هنا 24، هقسمهم على التلاتة، هسيب 8 في الجنب ده و8 في الجنب ده و4 تحت و4 فوق، يعني فوق وتحت بيكونوا عدد واحد، انما الجنب ده بيكون قد الجنب ده 8. فبنجيب ماركر نحطه، لو انتي ما عندكيش ماركر بتستخدمي خيط عادي، اي علامة عشان بس تبين لك الشغل ماشي ازاي. هنعدل بس علشان تكون الصورة مظبوطة معانا، فهنعد 1 2 3 4، فهيكون عندي هنا بداية الشغل من فوق، فهحط ماركر هنا. عند بداية اللي هي أول غرزة حشو في الفتحة اللي معايا هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى دي نهاية غرز الحشو. يبقى كده هنعد كام فتحة معانا، 1 2 3 4، في كل غرزة فيها 2 حشو، هيكون معايا 8 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8. وبرده نتأكد ان ده عدلة البروازة علشان لما يتعلق على الحيطة ما يكونش مايل او معوج والصورة تكون معوجة فيه، فكده هتكون العدلة بتاعتي معايا. وهنسيب فراغ 2 3 4 5 6 7 8، وهنحط ماركر في الفراغ التاسع هنا عند بداية الشغل اللي انا عاملاه، فمش هحط هنا ماركر، هعلم البداية وهعد 1 2 3 4، وهحط ماركر في اخر الغرزة. انتي بتقسمي عدد الفتحات اللي موجودة معاكي على 3، بتسيبي تلتهم تلت هنا وتلت هنا، وبتقسمي التلتة هنا تحت وفوق، يعني هنا انا معايا 1 2 3 4، تحت 1 2 3 4، وهنا هنلاقي 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي الجنب ده برضو هنلاقي 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنبتدي شغل اللي هو الإطار من تحت اللي هو ده. هشتغل 2 سلسلة، 1 2، في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلتين هدخل واشتغل غرزة نص عمود، كده انا بعمل تزايد. هشتغل دلوقتي عادي، هعمل فوق كل غرزة غرزة نص عمود، 1، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة نص عمود واحدة، كل غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود ما عدا الغرزة الأولى اشتغلت فيها غرزة نص عمود، والغرزة الأخيرة برضو هشتغل فيها 2 غرزة نص عمود. لو عدينا الغرز بعد ما نخلص السطر ده هيكون معي 10 غرز نص عمود، هشيل الماركر. هشتغل في اخر غرزة هشتغل فيها 2 غرزة نص عمود كده، اول واحدة
نفس المكان هشتغل كمان غرزة نص عمود كده، يبقى تاني واحدة. هنعدهم مع بعض، السلسلتين اللي ارتفعتهم هعتبرهم غرزة نص عمود، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنشتغل الراوند التاني وهنرتفع برضو 2 سلسلة وهعتبرهم أول عمود معايا، وهلف الشغل بنفس المكان برضو، هشتغل غرزة عمود غرزة نص عمود تزايد، يبقى كده أكني عملت 2 غرزة نص عمود في نفس الغرزة. همشي في كل غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة نص عمود، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود، واللي بعديها برضو، همشي الدور ده في كل غرزة غرزة نص عمود ما عدا الغرزة الأولى اشتغلت فيها 2 نص عمود، والأخيرة برضو اشتغلت فيها 2 نص عمود. التزايد هنا في نهاية الدور هنا بشتغله في السلاسل الارتفاع، ثالث سلسلة ارتفاع هدخل فيها وهشتغل فيها، اللي هي تاني سلسلة قصدي ارتفاع، هدخل فيها وهشتغل فيها 2 غرزة نص عمود عشان ما نتلخبطش ونسيبهم، فالشغل هيبقى معروج معايا، بشتغل في تاني سلسلة. يكون معايا بالشكل ده كده، هنشتغل بعد كده نرتفع برضو 2 سلسلة، هنشتغل بنفس الطريقة ان انا هشتغل في الفراغ في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلتين، هدخل فيه وهشتغل فيه غرزة نص عمود، واللي بعديها برضو كل غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود ما عدا اخر غرزة، هي اللي هشتغل فيها 2 غرزة نص عمود. وصلت لاخر غرزة اللي هي الـ2 سلسلة، وهدخل فيها وهشتغل فيها 2 نص عمود كده اول واحد، وفي نفس المكان هشتغل كمان واحد، هكمل كده بنفس الطريقة ان انا هرتفع سلسلتين واشتغل في نفس المكان تزايد، وكمل عادي في كل غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود، في اخر غرزة هي برضو اللي هشتغل فيها التزايد بشتغله في السلسلة التانية، هرتفع كمان سطر وسطر، ولو حبيت ولو حسيت ان انا عايزة ارتفع كمان هرتفع وارجع لكم تاني، بس هو بنفس الطريقة ان انا بشتغل تزايد في بداية الدور وتزايد في نهاية الدور، وبمشي في كل غرزة بشتغل فيها غرزة نص عمود عادية. هكمل لحد ما اوصل للحجم اللي انا عاوزاه من تحت وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة وارتفعت كمان 3 سطور برضو بنفس التزايد، ان انا بشتغل تزايد في بداية الغرزة وتزايد في نهاية الغرزة، وبشتغل في النص كل غرزة بشتغل فيها غرزة نص عمود، هيكون معايا بالشكل ده كده من تحت. دلوقتي هرتفع غرزة سلسلة اثبت بيها الشغل من تحت،
واقص الخيط طبعا. في النهاية بجيب ولاعة وبلسع الأطراف دي كلها عشان ما تكرش، بس لما بخلص الشغل في الآخر. هنبتدي هنشتغل بقى الفانوس من فوق. هشيل الماركر، هنعد. هيكون معايا برضو 8 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8. هحط الماركر في الغرزة الثامنة وهجيب الخيط هسحبه من تحت، هرتفع سلسلتين. هنا بقى مش هعمل تزايد من فوق عشان تبقى معايا مثلثة بالشكل ده كده، فمش هشتغل تزايد، هشتغل فوق كل غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود. يعني هنا ارتفعت سلسلتين هعتبرهم اول غرزة نص عمود، هروح في الغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة نص عمود. واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة نص عمود. واللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود. عندي 8 غرز في نهاية الدور ده، هيكون برضو معايا 8 غرز نص عمود. هشيل الماركر، هروح اشتغل في اخر غرزة هشتغل برضو فيها غرزة نص عمود واحدة. بالشكل ده كده طبعا. الخيوط دي هدخلها، هعملها بالولاعة زي ما اتفقنا وبندخلها في جوه. هننتقل للراوند اللي بعد كده وهشتغل سلسلتين، هلف الشغل. السلسلتين دول مش هعتبرهم حاجة، ان انا بس هخلي الحرف معايا ستريت من هنا عشان ما يبقاش معروج، انما مش هعتبرهم ولا تزايد ولا اي حاجة. هسيب الغرزة اللي انا ارتفعت منها السلسلتين واروح للغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة نص عمود. وهشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما اوصل لاخر غرزتين، مش هشتغل فيهم عشان هعمل فيهم تناقص. كده وصلت لاخر غرزتين وهشتغل فيهم تناقص، اللي هي الغرزة اللي قبل الثلاثة سلسلة هدخل فيها. وهلف وهطلع من الحلقتين، وبعد كده هلف الخيط على الابرة وهدخل في تاني سلسلة وهلف الخيط واطلع من الحلقات كلها مع بعض. كده هيكون معايا التناقص الشكل ده كده. عملت غرزتين في غرزة واحدة، هرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل، هسيب المكان اللي ارتفعت منه وهروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة نص عمود. والغرزة اللي بعديه برضو هشتغل فيها غرزة نص عمود، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود. كده وصلت لاخر غرزتين وهشتغل فيهم التناقص بنفس الطريقة، هلف الخيط على الابرة وهدخل
في الغرزة وهلفه بطلع من حلقتين، وهلف الخيط تاني على الإبرة وادخل في آخر غرزة وهلف واطلع من الأربع حلقات مع بعض، وبسيب الاتنين سلسلة اللي كنا ارتفعناهم مش بنشتغل فيهم، لأن احنا قلنا احنا بنشتغل فيهم عشان الشغل يكون ستريت معايا من المثلثات. فهنا قلت اتنين سلسلة اهي مش هشتغل فيها حاجة خالص، هرتفع اتنين سلسلة، هلف الشغل، هسيب المكان اللي ارتفعت منه الاتنين سلسلة، هروح للغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة نص عمود. هنا هيبقى معايا غرزتين هشتغل فيهم التناقص، بلف وبطلع من حلقتين، وبعد كده بلف الخيط على الإبرة وادخل في آخر غرزة وبشتغل بطلع من الأربع حلقات مع بعض. بعد كده هرتفع سلسلتين وهلف الشغل، معايا هنا غرزتين، هسيب الغرزة اللي ارتفعت منها واروح للغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة نص عمود. يبقى تكون معايا بالشكل ده كده. دلوقتي خلصنا المثلثة بتاعت الفانوس، هنمشي الاطار كله بغرز الحشو. تحت هنعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده، هشتغل غرزة سلسلة والف الفانوس بالشكل ده كده، هدخل عشوائي في الغرز. هنا هدخل في العمود، في فتلة هنا هدخل فيها واشتغل غرزة حشو، هيتقابلني العمود هدخل فيه واشتغل فيه، كل عمود نايم بشتغل فيه غرزتين حشو. بدخل عشوائي لاني ما عنديش غرز ثابته، بدخل في كل فراغ يقابلني وبشتغل فيه غرزة حشو. كده وصلت عند الغرز دي، وهدخل فوق كل غرزة واشتغل فيها برضو غرزة حشو. هشتغل فوق كل غرزة من الغرز اللي موجودة غرزة حشو. طريقة سهلة وبسيطة. برضو هشتغل هنا تحت كل غرزة العمود النايم بنشتغل فيه غرزتين حشو، لا النص عمود هنشتغل في كل نص عمود غرزة حشو لحد ما اوصل لهنا، وهقول لكم هنشتغل ازاي. وكده اشتغلت طعمت هنا بغرز حشو، وصلت عند الاطار من تحت، واشتغلت في اخر غرزة غرزة حشو، وهرتفع غرزة سلسلة هروح ادخل في اول غرزة وهشتغل فيها غرزة حشو. الخيط الزيادة هاخده معايا في تحت الشغل اللي هو ده، بعد كده هشتغل في الغرزة اللي بعديها تلاتة غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، واللي بعديها الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو. هروح في الغرزة اللي بعديها واشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، والغرزة اللي بعديها اشتغل فيها غرزة حشو.
هكمل كده بنفس الطريقة، ان انا بشتغل غرزة حشو 3 عمود بلفة غرزة حشو 3 عمود بلفة غرزة حشو، وهكمل الجنب كله بغرز الحشو، وهرجع اوريكم الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. اشتغلت وعملت الاطار كله بغرز الحشو، دلوقتي هعمل العلاقة بتاعة الفانوس. هشتغل 10 سلاسل، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واروح هنا عند الغرزة دي هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلقة. وهرتفع بسلسلة وهقص الخيط الزيادة ده، هدخله في الشغل من جوه من ورا، هيكون معايا الفانوس بالشكل ده كده، فانوس رمضان بالصورة بشكل المميز، تعلقيه على الحيطة تعملي احلى ذكرى لرمضان. هيكون معايا بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.